لتسليط الضوء على المشهد السوري معنا من اسطنبول الباحث السياسي السوري الأستاذ حسن النيفي. أستاذ حسن، بداية مرحبا بك. يعني كيف تنظر إلى ما توصلت إليه قمة طهران؟ مساء الخير لكم ولجميع السادة المشاهدين. على أعقاب انتهاء قمة طهران والتي فشلت فشلا ذريعا، ولعلنا نجد إرهاصات هذا الفشل اليوم تترجم بغارات جوية من جانب الروس، حيث شهدنا هذا اليوم أكثر من 80 غارة روسية طالت الريف الجنوبي والجنوب الشرقي لمدينة إدلب. الجميع يعلم الرغبة الروسية وكذلك رغبة نظام بشار الأسد وطهران للهجوم على إدلب. المشكلة أن الدول الثلاث الراعية لأستانا، الطرف الوحيد الذي يسعى إلى تجنيب إدلب هذه المحرقة هو الطرف التركي، وواقع الحال أن الطرف التركي لا يملك أيضا من الأوراق التي يمكن أن تضغط على روسيا أو على نظام بشار الأسد. كل الوسائل الدبلوماسية وكذلك التنسيق القائم بين تركيا وبين روسيا لم يصل إلى أن يشكل ورقة ضغط على إلى أن يكبح جماح الروس ونظام بشار الأسد من الحرب. يعني أيضا من جهة أخرى، كل التحذيرات الدولية، نحن الآن نرى تحذيرا أمريكيا واضحا وكذلك تحذيرا أوروبيا من أن كارثة ستطال مدينة إدلب إن وقعت الحرب، ولكن هذه التحذيرات أيضا على الرغم من أهميتها إلا أنها لم تحمل موقفا متبلورا واضحا يشير إلى منع وقوع الحرب على إدلب. فالتصريحات الأمريكية تصريحات يمكن تأويلها على عدة أوجه لا تحمل موقفا صريحا واضحا. ففي الوقت الذي يحذرون نظام الأسد والروس من كارثة ستعقب الهجوم على إدلب، إلا أنهم من جهتهم أخرى ومن خلال إشارتهم إلى استخدام السلاح الكيميائي وكأنهم لا مانع لديهم من استخدام البراميل المتفجرة وباقي الأسلحة التي لا تقل دمارا عن السلاح الكيميائي. يعني هل ممكن يعني تتوقع أن تستخدم فعلا الأسلحة الكيميائية مرة أخرى مثل ما استخدمت من قبل، يعني مع العجز عن إصدار قرار يلزم بوقف إطلاق النار؟ يعني نظام بشار الأسد هذه ليست المرة الأولى، إن استخدمها فلن يكون ذلك جديدا، فهو استخدم الكيميائي عشرات المرات. يعني منذ بداية العام، منذ آب 2013 عندما استخدم هذا السلاح في الغوطة وعقد أوباما يعني صفقة الكيميائي مع بشار الأسد بدلا من العقاب، توالى استخدام السلاح الكيميائي لنظام بشار الأسد. والآن الموقف الغربي أيضا فيه الكثير من النفاق، فهو عندما يقول لا يجوز لبشار أو يحذر بشار من استخدام الكيماوي، فهو إذن يقر بوجود سلاح كيماوي لدى بشار الأسد، ومن المفترض من ناحية أخرى أن يكون بشار الأسد سلم سلاحه الكيماوي منذ 2013. يعني هذا دليل على الموقف غير الجدي وغير الرادع لبشار الأسد. ولو أن نظام الأسد أو الروس لمسوا موقفا حازما في رادعا بالنسبة لمسألة إدلب لما تجرأ على الهجوم على إدلب. أتوقع أننا سنشهد في الأيام المقبلة المزيد من الغارات الروسية، ربما لا تمتد إلى عمق مدينة إدلب باعتبار أن الجيش التركي الآن له نقاط مراقبة، وواضح أنه لا نظام بشار الأسد ولا روسيا يتحاشون الاصطدام بالجيش التركي، ولكن أعتقد أن الريف وخاصة الريف الجنوبي والجنوب الشرقي سيشهد المزيد من الغارات من جانب الروس ونظام بشار الأسد. من اسطنبول الباحث السياسي السوري الأستاذ حسن النيفي، شكرا جزيلا لك.